العام ما تشكي من الراهق. اتكلم على شيء استاذ ذا، انا من اشد المعجبين، بس اتكلم عليش. ايش اتكلم عليش؟ اسكتي. الله الغني عن عقابك، مشيش عقابك اللي فيه قله ادب. انا في اذنك انا باسب بلوش. لا تسب بلوش، ما بنتوش لمستواك، لانه الانسان اللي ما يحترمش المراه ما يستاهلش انه يكون رجال اصلا. الانسان اللي ما يحترمش المراه ما يستاهلش انه يكون رجال اصلا. انت مش رجال، لو كنت اصلا فعلا رجال ما تكلم بهذا الاسلوب، وكنت ما تعطي البنت المسكينه راتبها 3 شهور. يا سارق، وعادك تقول لي قليله ادب. من انت سارق اصلا؟ قليله ادب هذا من خلقش اللي يقول لي قليله سارق. سارق انقلع ب60 داهيه. انا داري كيف يربوا هذا النوع، انا داري كيف. يا داليا الان يا حسن دخلنا بدوامه، الدوامه هذه يا داليا كله ان هذا مقلب. اصبر يا داليا، كاميرا والله، كاميرا والله، كاميرا يا داليا والله. هدي صلي على النبي. شيت شيل الديكور. هدي يا داليا، داليا هدي صلي على النبي. داليا والله انه مطلب، والله هدي صلي. مطلب ايش؟ لحظه هدي صلي. خذي نفس. ما في شيء تحمل والله، ما في شيء. والبنت ولا في بشي. والولد زين العابدين من اكثر معجبينك، الممثل الدوب زين العابدين ابلان، والبنت بهيه برضه، وكلنا نحبك يا داليا. اقسم بالله انت اختنا كلنا. الله صل على النبي. انت عارف انني حريصه، وصلت اتصالات وتوصلني مش عارف ايش، وانا خايفه من موضوع المقلب. جدا اي مقلب يحصل لي، سواء معك ولا مع غيرك، تقدر تبيني من المقلب. يا والله.